عام مر دون أي انتصار حقيقي يمكن من خلاله القول إن هنالك تغييراً حقيقياً في الموازين العسكرية. كل ما حدث حراك بسيط في بعض الجبهات انتهى دون أي تقدم. فمعارك العام 2018 ما كادت أن تنطلق حتى توقفت. هذا بالضبط ما حدث في جبهة الضالع التي تقدم فيها الجيش الوطني في محور دمت، لكن تلك المعارك توقفت بعد أن عادت القوات المتقاتلة فيها إلى مواقع سيطرتها القديمة. الحديث عن الخيار العسكري وما أنجز فيه خلال العام الذي شارف على الانتهاء هو حديث عن الأبعاد السياسية الحاكمة للمشهد العسكري، فقرار الحرب هو قرار سياسي أصلاً، ويبدو أن عام 2018 جانب المرور على مثل هذه القرارات، وظلت الأزمة اليمنية التي ابتدأت بانقلاب الحوثيين على الشرعية وانتهت بحرب طاحنة من أجل استعادة الشرعية تتراوح بين الحسابات السياسية العقيمة ومعارك الكر والفر التي زادت من معاناة المدنيين أكثر من فتحها لآفاق جديدة للحل. المراوحة في هذه الدائرة الضيقة لم تصعب الحياة على السكان العالقين في أتونها وحسب، بل صعبت أيضاً من خيارات الحل أمام مساعي الأمم المتحدة، الأمر الذي اتجه بتلك الجهود نحو إيجاد تسوية جزئية تنقل الأزمة اليمنية نحو أعوام جديدة من العبثية واللا حسم.